ما الأسباب المعينة في وقتنا الحاضر على الثبات على الدين في ظل الفتن التي تموج بالأمة؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وأصحابه أجمعين. الأسباب التي تسبب الثبات على الدين: أولا تعلم العلم النافع، تعلم العقيدة ووصول العقيدة، ثم الاطلاع على أحاديث الفتن وما يجري في آخر الزمان وما يجب على الإنسان عندها، ثم الابتعاد عن الفتن، ابتعاد عن مواطن الفتن وأهل الفتن، والحذر من المروجين لها والدعاة إليها، دعاة على أبواب جهنم كما وصفهم النبي صلى الله عليه وسلم: من أطاعهم قذفوه فيها. ثم الدعاء، وهذا أهم شيء، الدعاء، دعاء الله عز وجل أن يثبت المسلم ويكثر من الدعاء بالثبات. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. وإبراهيم عليه الصلاة والسلام يقول: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، رب إنهن أضللن كثيرا من الناس. يوسف عليه السلام لما دعا ربه في آخر عمره قال: توفني مسلما وألحقني بالصالحين. ويكثر من الدعاء ويجالس أهل العلم والبصيرة وأهل الخير، ويبتعد عن وسائل الفتنة، يبتعد عنها ولا ينظر فيها لأنها تجلب له الشر. كذلك لا يستمع للقنوات التي تدعو إلى الفتن ويلقي فيها أهل الشر شبهاتهم وتضليلاتهم، تحفظ من هذه الأمور. فإذا عمل الإنسان بهذه الأمور فإن الله جل وعلا يعصمه من الفتن لأنه عمل الأسباب، والتوفيق بيد الله سبحانه وتعالى. جزا الله معالي الشيخ خير الجزاء، وجعلنا الله وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه.